أعلنت محافظة سوهاج تدشين جلسات الحوار المجتمعي تمهيدا لانطلاق مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يهدف اللقاء إلى مشاركة أهل سوهاج في المبادرة من خلال الاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول المشروعات المتعلقة بتنفيذ خطة المبادرة الرئاسية في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. النهارده جايه المؤسسه باعضائها متواجدين معانا في المحافظه داخل قريه الكولا، في عدد كبير من المواطنين جايين المؤسسه واعضائها بالاضافه لوحده حياه كريمه من ديوان عام المحافظه، كلهم متواجدين يسمعوا اراء ومقترحات المواطنين فيما يتعلق باطلاق المرحله الثانيه للحياه كريمه. يمكن اقول لحضرتك احنا في محافظه سوهاج المرحله الثانيه عندنا مركزين فيها، مركز اخميم ومركز طهطا. المرحله الاولى كانت محافظه سوهاج من المحافظات المحظوظه اللي حصلت على اكبر نصيب من كره حياه كريمه، تم تنفيذها في 7 مراكز في المحافظه.